على التفوق على الدفاع هندوراس. وشوف سلام وهدف التفوق، هدف التفوق بعد هجوم سريع اللعب بوسيجور يتمكن من توقيع هدف التقدم لفائدة منتخب تشيلي. تشيلي تتفوق على حساب هندوراس 1-0، واخيرا جاء الهدف يا بيتزا. 1-0 تشيلي تفاجئ وتغلط المنتخب الهندوراسي. سلسلة من النقلات، سلسلة من التمريرات اللي زعزعت الدفاع الهندوراسي امام الانطلاقة والتمريرة، متابعة من جانب اللاعب بوسيجور اللي تابع الكرة، كانت فيه تغطية